أهلا بكم من الحدود اللبنانية. في سنة 2017 عزز جيش الدفاع الإسرائيلي جاهزيته وقدراته المتنوعة. أقمنا تمرين الفيلق الشمالي نورتجان الأكبر من نوعه خلال 20 عام، بالإضافة إلى تدريبات أخرى لم تتوقف ولو للحظة خلال العام. طورنا قدراتنا الدفاعية وبدأنا في بناء الجدار الأمني على طول الحدود. هذه السنة اتضح من جديد أن حزب الله يعمل كذراع إيرانية في لبنان ويضحي باللبنانيين للمصالح الأجنبية. مواطنو لبنان يدفعون الثمن المادي والأمني على إرهاب حزب الله الذي تدعمه إيران. تلقى حزب الله ضربة قاسية في الحرب السورية أيضا هذا العام، والدعم له في لبنان وفي العالم العربي مستمر بالهبوط. رأينا أن تدخل إيران بشؤون لبنانية من شأنه أن يشعل المنطقة. نحن نتعقب عن كثب ما يحدث في الحدود ووراء الحدود وما يقوم به عناصر حزب الله في لبنان، سواء بلباس مدني أو غيره. الحفاظ على الاستقرار مصلحة مشتركة للطرفين، ولكن إن تجرأتم فجأناكم.